الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، أبواب الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في النظافة؟ روى المصنف رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: إن الله طيب يحب الطيب أو يحب الطيب أو يحب الطيبة، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم. نظيف هذا خبر عن الذي فعله، وهذا الحديث عامة ليس حديث أصالة مقطوع، أصالة هو مقطوع. قال إن الله نظيف، قال: نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا. وراه قال: أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار، فقال: حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأنه قال: نظفوا أفنيتكم. هذا حديث غريب، وخالد بن إياس يضعف، فالحديث ضعيف، والحديث أصلا عن سعيد المسيب وهو سعيد المسيب مقطوع. نعم، لكنه قال: إن الله طيب يحب الطيبة، إن الله طيب يحب الطيبة، أي يحب الطيبة، طيب الحال وطيب القال وطيب الريح سبحانه وجل في علاه، ويحب استعماله من عباده وأرضى عنهم بهذا الفعل. وهذا يلائم معنى قول نظيف، يعني نظيف يعني هو إن الله طيب، طيب سبحانه جل في علاه، المعنى أنه منزه ومقدس عن كل نقص وعيب. والنظيف أيضا على نفس الأمر، أنه منزه ومقدس عن كل عيب وعن كل منزه يعني منزه منزه عن كل نقص وعن كل عيب. أما النظافة فهذا خبر كما قلنا، ليس بصفة من صفات الله جل في علاه. نعم، والكلام عن النظافة معناها الترفع عن كل نقص وعن كل عيب. فإن الله طيب يقول طيبا يحب الطيب، وإن الله يعني قال نظيف أي يحب النظافة، ونظيف قريب من طيب، والمعنى أنه منزه عن كل نقص وعن كل عيب. لكننا نقول بأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا نستخلص منه قاعدة اتفق عليها السنة والجماعة، وهي أن الله يحب أن يرى أثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى على عباده، يعني يرى عباده يتخلقون بأثار الأسماء الحسنى والصفات العلى. أن الله جل في علاه يحب أن يرى أثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى على عباده. فإن الله كريم يحب كل كريم، وأن الله جواد يحب كل جواد، وأن الله رفيق يحب كل رفيق. وهنا فقال: فنظفوا أفنيتكم، هذا من حال المسلمين لا حال اليهود، وحال اليهود ما كانوا كذلك، وهذا فيه ما فيه من المضرة على النفس وعلى الغير. ولذلك قال فنظفوا أفنيتكم، وهذا أيضا مجلبة للجنون والشياطين، لذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث كما قلنا يؤخذ منه القاعدة الكلية المهمة جدا، وهي أن التعامل مع يعني أن التعامل مع العباد بأن الله جل في علاه يحب أن يرى أثر أسماء الحسنى في صفات وصفات الأولى على عباده. الفوائد المستنبطة: أعظم العباد رفعة عند الله جل في علاه من ظهرت أثار أسماء الله جل في علاه في أخلاقياته، فضل الجود والكرم، ملامسة مناظفة الظاهر بنظافة الباطن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.